بصمات المعارك التي لا زالت على المباني وما كان يسمى بخط التماس أصبح خط التلاقي والمحبة والفن والرياضة. الشارع ذاته الذي شهد على جولات عدة من المعارك بين المقاتلين في منطقتي باب التباني وجبل محسن هو نفسه يشهد مهرجان السلام الذي يسعى لنفض غبار تلك المعارك التي تركت أثرها في البشر والحجر. ما فرقته الفتن جمعته نية تحقيق السلام، وما صورته عدسات الكاميرات من انقسام جاء اليوم وجمعت الأخصام في صورة واحدة. نحن ما عندنا مشكلة، نحن على الجبل، نحن وياهم جماعة معطرين وفقرة ودفعنا فواتير حرب الآخرين على أرضنا. نحن يلي عملناه لبنان المحبة ومجلس شباب التبين النواب عزت عنه، نحن هذا الملف بدنا نسكره. جبل محسن والإبة والتبينة والمنكوبين منطقة واحدة. يجمع مهرجان السلام في شارع سوريا بين الفن والرياضة والترفيه، كما حضن أهلا يحاولون التخلص من ذكريات أليمة بهدف بناء مستقبل التعايش والسلام والأمان. اللي عم نشوفه هلأ بدل صوت المدافع وصوت الرصاص عم نسمع صوت الأغاني وصوت الفنانين والحرفيين. هوني الصورة الحقيقية مثل ما انك شايفة، غير الحرب والقتال والمشاكل والعنف، هيدي طرابلس، طرابلس حلوة. ديك الأيام كان كلها معارك ودم وقتل، هيدي الأيام فرح ولعب وضحك ومجتمعين مع بعضنا ومتحبين وأخوة. طرابلس رياضة وعلم وأدب وكل شيء. طرابلس كلياتنا أخوة، كان جبل محسن وكان تبنة، بس اللي عم يعملوا الفتنة هالكبار السياسيين ما دخل الصغار نهائياً. الشغلة المهمة بهذا المهرجان إنه نحن عم نجمع بين المناطق، الشباب عم تعرف على بعضها، كان جبل محسن ولا تباني ولا منطقة لبة ولا حي ولا منطقة. الأطراف التي عايشت صولات وجولات من المعارك واعتادت أزيز الرصاص لسان حالها لا للدمار والمعارك، نعم لطرابلس الفن والجمال والتعايش. رواند أبو خزام، قناة الجديد.